أهلا بكم. فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوسي بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب جريمة قتل في حق أحد الأصول. وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية قد باشرت صباح اليوم الأربعاء إجراءات معاينة جثة الضحية البالغة من العمر 60 عاما، والتي تحمل أثار اعتداء باستعمال أداة حادة بمنزل العائلة بحي السلام بالدار البيضاء، في حين تشير المعطيات الأولية للبحث إلى الاشتباه في تورط ابن الضحية البالغ من العمر 32 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية ويعاني من اضطرابات عقلية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إيداع جثة الهالكة بمركز الطب الشرعي رهن إشارة التشريح الطبي، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.